سيدات وسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يلتقي وكيل وزارة الإعلام ويؤكدان على أهمية تطوير قطاع الإعلام بالمحافظة. وزير النقل يعلن عن موافقة الوزارة على إنشاء شركة حضرموت للطيران. لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بالشحر تتلف كميات من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قرارا رقم 67 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدة تنفيذية لمشاريع التنمية بمحافظة حضرموت. ونصت مواد القرار على أن يتولى محافظ حضرموت رئاسة الوحدة التنفيذية، ويتولى الدكتور زكريا عبد الرحمن بكير منصب المدير التنفيذي للوحدة، ويقوم المدير التنفيذي بمساعدة الجهات الفنية والقانونية بالمحافظة بإعداد لائحة تنظيمية وتنفيذية تنظم عمل الوحدة. كما نصت مواد القرار على أن ينشأ ضمن مكونات الوحدة مكتب تنسيق بين مديريات الساحل ومديريات الوادي والصحراء، يتم تسمية إدارته لاحقا، ويتم تعيين العاملين الإداريين والفنيين في الوحدة بعد عرض المقترحات على محافظ حضرموت، وتحدد مهام واختصاصات الوحدة التنفيذية وهيكلتها التنظيمية ضمن اللائحة التنظيمية الخاصة بها. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإذاعة صالح حيدر الحميدي. وفي اللقاء أكد محافظ حضرموت على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بقطاعات الإعلام، إيمانا منها بأهميته ودوره الفاعل في دعم عملية التنمية والبناء والأمن والاستقرار. من جانبه أشاد الوكيل الحميدي بمستوى الإنجاز الذي تحقق لحضرموت في قطاع الإعلام خلال السنوات الماضية، ومستوى التوسع في إنشاء الإذاعات المجتمعية والصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تولي حضرموت أهمية خاصة انطلاقا من أهميتها وحرص قيادتها وأبنائها على تطوير قطاع الصحافة والإعلام بالمحافظة. رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم لقاء تشاوريا وتنسيقيا بين المكاتب الحكومية ذات العلاقة وكتلة الصحة في المحافظات الجنوبية وشركاء التنمية الصحية والسلطات المحلية في محافظة المهرة وسقطرة وشبوة. وقال محافظ حضرموت بأن هذا اللقاء يحتل أهمية كبرى لكونه سيعزز من آلية العمل والتنسيق للجهود المختلفة بين المكاتب المعنية والجهات المهتمة بقطاع الصحة، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح كل الجهود التي تصب في خدمة التنمية والصحة وكافة المجالات الأخرى بحضرموت. وتحدث خلال اللقاء مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومنسقة كتلة الصحة في المحافظات الجنوبية والشرقية الدكتورة منال بعيس بكلمات أوضحوا خلالها بأن هذا اللقاء يهدف إلى وضع اللبنات الأساسية للتنسيق للعمل المشترك بين الأطراف المعنية لدعم مشاريع الصحة في حضرموت. قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بزيارة لبعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم دون 23 عاما الذي يخوض معسكرا تدريبيا حاليا بمدينة المكلا. واطلع محافظ حضرموت على جانب من تدريب منتخبنا بملعب الفقيد برادم بالمكلا الذي يستعد لخوض استحقاق التصفيات الآسيوية، إلى جانب منتخبات العراق وإيران وتركمستان
والتي تنطلق في 23 وحتى 26 من مارس المقبل. ورحب محافظ حضرموت ببعثة منتخبنا الوطني موجها الجهات المعنية بإنجاح المهمة الوطنية لمنتخبنا الوطني الأولمبي وتيسير معسكره التدريبي في المكلا. الهمة مطلوبة والجهد مطلوب، التركيز مطلوب. انتم دائما نقول لكم المدربين تحضير الذهني، التحضير الذهني مهم جدا، فلازم الواحد يحضر نفسه ينشئ اي مشاكل. صح البلد فيها صعوبات فيها معوقات ذا، لكن طالما انت في مهمة وطنية زي هذا انسى كل شيء. يجري مكتب الصحة بساحل حضرموت التحضيرات النهائية لتنفيذ الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من 9 وحتى 14 من شهر فبراير الجاري في عموم مديريات المحافظة في مواقع ثابتة ومؤقتة. وتهدف الحملة إلى تطعيم الأطفال من 6 أشهر إلى 15 عاما ومن سبق تحصينهم ضد مرض الحصبة الذي يعد الأخطر بين سائر أمراض الطفولة القاتلة، ويمكن أن يسبب في إعاقات خطيرة للطفل كالعمى أو الصمم أو تؤدي بشدة إلى تأذي الدماغ. ودعا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسري المواطنين إلى تطعيم أطفالهم ضد هذا المرض الخطير، مؤكدا أنها مهمة إنسانية. وأكد المحافظ أن لقاحات التحصين آمنة وليس لها أضرار على صحة الطفل. وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسري اليوم السلطة المحلية بوادي وصحراء المحافظة بالاهتمام بسور مدينة شبام التاريخية، وتكليف مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالوادي بالنزول لتفقد الضرر الذي حصل في الجزء الجنوبي للسور وسرعة إعادة ترميمه وترميم الأجزاء الآيلة للسقوط. وأكد محافظ حضرموت أن مدينة شبام تحظى باهتمام السلطة المحلية بوصفها أول ناطحات سحاب، وعلى الجهات المختصة النزول الميداني إليها بشكل دائم. أجرى اللواء الركن فرج سالمين البحصري محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية انتصالا هاتفيا بالفنان التشكيلي الحضرمي المقيم في هولندا الأستاذ علي غداف. وأثنى محافظ حضرموت على دور الفنان غداف الرائد في الفن التشكيلي قبل هجرته إلى هولندا، وأبدأ استعداد المحافظة لتكريمه التكريم اللائق به كقامة فنية عالمية واستضافة معرض فني لأعماله خلال الأشهر القادمة، كما عبر عن دعم المحافظة للنهوض بالثقافة والفنون لما لها من أهمية في تشكيل الوعي والذائقة الجمالية. من ناحيته شكر الفنان غداف المحافظ على اتصاله مبدئا تصوره لأهمية تطوير البنية التحتية للفنون في المحافظة وتجهيز صالات عرض بمعايير فنية ودولية واستضافة فنانين تشكيليين ذوي تجارب كبيرة مع الاهتمام بتطوير قدرات ومواهب الجيل الجديد. وضع وزير النقل صالح الجبواني اليوم مشروع النافذة الواحدة بميناء الوديعة البري بحضرموت بتمويل ذاتي. واستمع الجبواني من مدير عام الميناء مطلق الصيعري إلى شرح عن المشروع الذي يضم نقل كافة مكاتب ودوائر الإدارات بالميناء إلى موقع واحد يعمل على إعادة حركة السير بالنافذة الواحدة بشكل سلس وميسر إلى جانب سفلتة خطوط المغادرين والواصلين، وكذا توفير الخدمات الأساسية للمسافرين. ولفت الصيعري إلى أن المشروع عكفت عليه إدارة المنفذ مع الجهات المختصة خلال الفترة الماضية في إعداد الخطوات الأولية لعمل المشروع الذي سيعمل على إحداث نقلة استراتيجية مهمة في تحسين الحركة داخل الميناء. أعلن وزير النقل صالح الجبواني اليوم موافقة وزارته على إنشاء شركة حضرموت للطيران، جاء ذلك عقب التوقيع على عدد من المشاريع التطويرية بمطار سيئون الدولي. وأوضح الوزير في تصريح لوكالة سبا أنه سيتم البدء في استكمال الإجراءات القانونية للشركة، وستزاول الشركة طيرانها في الأشهر القريبة القادمة على مطارات الجمهورية كاملة.
وأعرب الوزير عن سعادته بهذا التوجه الاستثماري في حضرموت ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مسار البناء الجاري في البلاد. نقول أن هذه الزيارة تحولت إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، فقد وافقنا على مشروع التجهيزات الملاحية لمطار سيئون الدولي، ووافقنا على الشروع في بناء بوابة مطار سيئون الدولي، والأمر الثالث مشروع موقف سيارات بالمطار والإنارة لمطار سيئون أيضا، وإعادة ترميم الصالات القديمة، إعادة ترميمها وطلاءها وتجهيزها بالأثاث. كل هذه المشاريع في المطار سيتم تمويلها من إيرادات الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الجوي، وسيتم التمويل فورا، وسيتم العمل والبدء بمباشرة العمل من اللحظة. الخبر الأهم الذي ينزفه لمواطني حضرموت جميعا ولمواطني اليمن كلها، من أقصاها من حوف إلى الصعدة، من تهامة إلى عدن، إلى كل مكان، هو موافقتنا على إنشاء شركة حضرموت للطيران. وافقنا هذا اليوم على إنشاء شركة حضرموت للطيران، وسنبدأ باستكمال الإجراءات القانونية، وسوف ترون بالأشهر القليلة القادمة هذه الشركة بطيرانها تعمل على مطارات الجمهورية اليمنية. التقى رئيس مؤتمر حضرموت الجامعة الشيخ عمر بن حبريش العلي اليوم بالمكلا رئيس وأعضاء دائرة الأمن والدفاع بالأمانة العامة للمؤتمر. وخلال اللقاء طلع رئيس المؤتمر من رئيس الدائرة العميد سالم باشادي على خطة نشاط الدائرة لهذا العام والمتضمنة نزولات ميدانية ولقاءات داعمة لتعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية وتمكينها من القيام بمهامها وواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات المؤتمر في هذا الشأن. كما اطلع رئيس المؤتمر على نتائج ورشة العمل التي نظمتها الدائرة في 3 ديسمبر الماضي بمشاركة قيادات المنطقة العسكرية الثانية والألوية ورؤساء الشعب والوحدات العسكرية والمؤسسات والأجهزة الأمنية. وتم خلال اللقاء تناول العديد من المقترحات والتصورات التطويرية لنشاط الدائرة التي تضم كوادر عسكرية وأمنية من مختلف التخصصات. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون صباح اليوم الأربعاء سير العملية التربوية والتعليمية في المدارس الأساسية بمنطقة قصيعر بمديرية الريدة وقصيعر. وخلال جولته على مقاعد الدرس أكد الوكيل عبدون على أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة قيادة مكتب الوزارة في متابعتها المستمرة للإشراف الفني والإداري للإدارات المدرسية ومستوى أداء المعلمين. وأشار بأن العملية التربوية والتعليمية على مستوى مديريات الساحل شهدت وتشهد استقرارا نوعيا، موجها بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية العاجلة بالمدرسة والثانوية. وكان وكيل الوزارة قد تفقد سير العمل الجاري بمشروع مبنى الثانوية الشاطئ للبنين بقصيعر. قام المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد الجحوم ظهر اليوم بزيارة للكاتب الصحفي محمد سالم قطن والكاتب والمخرج المسرحي محمد عوض باصالح متطمنا على صحتهما. وأعرب مدير عام الثقافة عن سعادته بزيارة الشخصيتين في منزليهما وتقديره للدور الذي قام به خلال كتاباتهم الصحفية والمسرحية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مكتب الثقافة يولي كل الكتاب والمبدعين جل اهتمامه من خلال رعايته لهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه ونشر كتاباتهم والحفاظ على حقوقهم الأدبية. من ناحيتهم عبر الكاتب قطن والمخرج باصالح عن شكرهما لتلك الزيارة واللفتة الكريمة من المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت، مؤكدين أنهما سيظلان أوفياء لحضرموت. أتلفت لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بمديرية الشحر صباح اليوم كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمشروبات
منتهية الصلاحية قدرت بما يزيد عن 500 كيلوغرام تم ضبطها ومصادرتها خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة. وجرت عملية الإتلاف في مقلب القمامة المركزي، وكان المكتب التنفيذي بمديرية الشحر قد أشاد في دورته الاعتيادية الأولى خلال هذا العام بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة بعد مناقشة تقرير مفصل عن نشاط اللجنة تم خلاله تكريم أعضاء اللجنة تقديراً لما يبذلونه من جهود مضنية خلال نزولاتهم اليومية والتي تخطت في العام الماضي 200 نزول ميداني إلى الأسواق، وضبطت أكثر من 700 صنف غذائي واستهلاك منتهي الصلاحية. نفذ فريق إدارة التقييم والترويج بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بتحديد وتقييم خام الحجر الجيري الطباشيري بمنطقة الديسة الشرقية ضمن أعمال التقييم للخامات المعدنية. ونزل الفريق الجيولوجي لموقع تواجد خام الحجر الجيري الطباشيري ذات الصفات الكيميائية الجيدة ويتصف بدرجة النقاوة العالية التي تتجاوز 95% والذي يؤهله للدخول ضمن الصناعات التحويلية. وتم أخذ العينات التمثيلية لخام الحجر الجيري الطباشيري وكذلك عينات للتحاليل الكيميائية والتي على ضوئها سيتم إنشاء مصنع لكربونات الكالسيوم والاستثمار فيه. عقدت بكلية الآداب بجامعة حضرموت بالمكلا جلسة لمناقشة رسالة الماجستير للباحث محمد عاشور باجبير عن رسالته الموسومة بالخدمات التعليمية في مدينة المكلا دراسة في جغرافية الخدمات، حيث تناول الباحث في رسالته التي تتكون من 5 فصول الخدمات التعليمية التي تقدمها مدينة المكلا للمراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي خلال الفترة من عام 1940 وحتى 2010. واختتم الباحث رسالته بتقدير مدى احتياجات مدينة المكلا من هذه الخدمات بحلول عامي 2020 وحتى 2030. وأشادت لجنة المناقشة بمحتوى الدراسة وتنظيمها والجهد الكبير الذي بذله الباحث، داعين الجهات ذات العلاقة بمدينة المكلا ومحافظة حضرموت بالأخذ بالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة. وأقرت لجنة المناقشة منح الباحث محمد عاشور باجبير درجة الماجستير في تخصص الجغرافيا البشرية متمنين له التوفيق والنجاح. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يلتقي وكيل وزارة الإعلام ويؤكدان على أهمية تطوير قطاع الإعلام بالمحافظة. وزير النقل يعلن عن موافقة الوزارة على إنشاء شركة حضرموت للطيران. لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بالشحر تتلف كميات من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من قناة المكلا حتى الملتقى. دمتم في أمان الله.